ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم فيديو جديد للعبة محاكي الشاحنات الأوروبية. اليوم حبايب قلبي عندنا شرح بسيط، هذا الشرح لإضافة خريطة روسيا. خريطة روسيا كمان كبيرة، تستمتع أكثر، يعني مثل ما يقولون شوية خليها لأوروبا، روح إلى روسيا حتى تشوف تستمتع باللعبة. زين، إضافة الخريطة روسيا هو 2 ملفات، هذا 1 وهذا 2. زين، فأول ملف تخلي ماب، بعدين تخلي ميدلي. زين، خلي ماب، بعدين تخلي ميدلي، وبعدين تصفط المودات مع شاحنة مالتك إذا أنت عندك شاحنة مود. مهم، هذا 1 وهذا 2، هذا كل مرة يبقى أولا. زين، 1 2 هذولهم يبقى فوق كل المودات. زين، 1 2 مفهومة؟ يلا هسه ندخل على اللعبة. ها، بعدين تحت تدوسها، تحت أنا نسيت والله، تدوسها تحت، تدوسها راسا يدخلك على اللعبة. والله أنا نسيت. وش اسمه شباب، خريطة برازيل إصدار 1.45. أنا نزلت بقناة علي جيمز، قناتي ثانية، إذا واحد يحب الخريطة برازيل خليه يروح هنا يحملها برابط مباشر مع الشرح والتفاصيل. مفهومة؟ هسا حاليا، وهذا الخريطة شو اسمه، هذا خريطة روسيا، إضافات بتاع الخريطة روسيا تعمل إصدار 1.45 إلى إصدار 1.46. هسا حاليا إصدار مالي، بارحة أنا فتحت البث مباشر، تقريبا قالوا ساعتين لعبنا على هذا الخريطة روسيا. ها، اسمع كلامي، بس تضيفه، ها تضيف الخريطة مالتك، بس تضيفه بدون، يعني مو محتاج تسوي بروفايل جديد. ها، مو محتاج تسوي بروفايل جديد أبدا. تشغل المود مالتك وقبل تجي هناك تتابع الخريطة مالتك. ها شوفه، هسه حاليا أنا بالعاصمة روسيا، هذا موسكو، شوفه ما شاء الله كم كبيرة. وهذا الخريطة روسيا مع هذا الدولة، هذا بها حرب، حتى بارحة على البث المباشر أنا نسيت، أوكرانيا. أوكرانيا زين، هذا أوكرانيا إضافة جديدة يضيف على الخريطة مالتك الأوروبية، أوكرانيا مع روسيا، شوفه ما شاء الله، هذا كله روسيا، من هناك روسيا وهنا روسيا وهنا روسيا وهنا هنا روسيا، وتجي هناك شو اسمه، هنا روسيا وهذا روسيا، وهذا الخط طويل يمشي روسيا، كله روسيا، هنا روسيا وهذا، حتى لهذا الحد روسيا، شوفوا ما شاء الله. بس خريطة روسيا هذا كله روسيا، ومع خريطة شو اسمه هذا أوكرانيا، يعني يصير بقد الخريطة الأوروبية. ها شوفها هو كم كبير. زين، مثل ما أنا قلت لك بدون بروفايل جديد، بس تشغل الاثنين مود مالتك وتجي تدخل على اللعبة مالتك، هكذا يصير. زين زين، مفهومة؟ يلا خلي شوية أسوق هذا الشاحنة مالتي. انا الشاحنة مالتي انا حملته، هو المكان الحمولة ماله بعيدة، بس انا اختاريت بالجي بي اس نروح 2 بنزين خانات، وبنزين خانة الثالثة نحن نوقف هناك حتى شوية تشوفون الخريطة الروسية. Хорошей работы. خروشي زربوتي هولولو هولي. دقيقة بس أحول الصوت على هذولهم، أحول الصوت. إيه تمام. نعطي الشمس، اكو شمس، يقولوا ماكو. يلا يلا نعطي جير. يلا شباب، يلا ديرون مثلي شباب، يعني مرات يعني لا تشلبون على خريطة واحدة، تعالوا على البرازيل، على الخريطة الروسية كم جميلة. هنا بالعاصمة شوف التاكسيات يوقفون على راس الفرع. ايه بعد ان شاء الله بعد هذا الخريطة كمان انزل عليكم هذا المان، هذا المان
كل اصدار انزلها لان انا احبها. هذا المان جميل جدا، فول مواصفات. دخلي ساعة 2 هلا بيا شوي شمس. عملاقة وشغلات كبير يا أخي. هذا روسيا. لغة الجي بي اس كمان أنا خليتها اللغة الروسية. يلا شباب، ما دام في شاحنة مالي قلبت، ها هي ها هي. لا تنسوا لايك والاشتراك، دعمنا بالقناة، قلبنا. يلا زين، حتى ما يطول الفيديو مالتنا. يلا مع السلامة، في ملا الله معكم.